نحلم بالهرب نحو المستقبل إلى مكان يزهو بالأحلام والآمال. واقع اجتماعي واقتصادي دفع بالشباب العربي إلى قوارب الموت. 3 أطفال من مدينة الدار البيضاء المغربية كالمئات من أبناء بلدهم يراودهم حلم الهجرة إلى أوروبا. قصة يدور حولها الفيلم المغربي النزال الأخير الذي استغرق تصويره 3 سنوات، ويحاكي مسألة الهجرة غير الشرعية الناشطة منذ عقود من وجهة نظر فنية سينمائية. انتهى العمل في العام 2021، لكن فيروس كورونا وما رافقه من إغلاق عام طوال 2 سنوات للحد من تفشي الجائحة حال دون طرحه، ليعود إلى الواجهة من جديد بمجرد الإعلان عن مشاركته في مسابقة الأفلام الطويلة في الدورة 2 لمهرجان القدس للسينما العربية المقرر انعقادها ما بين 14 و19 من مايو أيار. النزال الأخير يتنافس على الجائزة مع 5 أعمال سينمائية أخرى هي غدوة وقدحة من تونس وأبو صدام من مصر ويوروبا من العراق وألتلك خلص من لبنان، وكلها أفلام سينمائية تقتبس مواضيعها من الواقع المحلي الذي يتشابه في صور كثيرة مع الوضع العربي العام. المهرجان سيقام في مدينة القدس على خشبة المسرح الوطني الفلسطيني الحكواتي، ويشارك فيه 26 فيلماً عربياً.